ولدي جينا هنايا هذه يوم وحنا نجيو للتران، قالوا لنا خصكم الورقه نتاع الباشا، كانت غير الورقه نتاع الكونجي تقدر تمشي ياك. انا خدامه هنا، جيت قالوا لي خصك الورقه نتاع الباشا. مشينا الصباح للباشا، قول مع جوه هذيك 3:30، مشيت هضرت مع واحد المخازني، قلت له ولدي بغيت ندفع للباشاويه كيفاش ندير، كيفاش خصني ندير. ناض المخازني ولدي دفعني لصدري، دفعني حتى غادي يطيحني على راسي. ناض منين بقيت نزقي معاه قلت له ما عندكش حق تدفعني، انا مرا كبيره قد امك حشومه عليك. ناض القايد على يديه عليا، بقيت اللهم هذا منكر، ما كانش ولدي لا باشا ولا اللي عطاك ضو نتاع الباشا ولا والو. هذه يومين احنا هنا مرميين في لاكار، ما كاين والو. لو كان ولدي جابوا لنا هنا الباشا لاكار، اللي عنده حق يمشي يمشي يعيد مع وليداتو. انا مراه كبيره 51 سنه عندي، خصني ولدي يمشي نعيد مع ولادي. كنخدم هنا في واحد الشركه غير ميناج، ما يمكنليش ولدي نعيد هنا. عمك الحاج راجل كبير، وليداتي خصني ولدي يمشي نشري لهم المكتوب نعيد معاهم. نعيد انا هنا مزلقه هنا في نص بيت ولدي، ماشي حل. او نشكو فينا ولدي يديروا لنا التحاليل، ما طالبين ولدي حنا غير الساهله. ما كانش ولدي، ما كانش ولدي الحق، ما كانش الحق. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي ليصلكم كل جديد.